صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفرق بين عوام الرافضة وعلمائهم في الكفر أم أنهم سواء؟ شيخ الإسلام وغيره يقولون: من لم تقم عليه الحجة فإنه لا بد من إفهامه والبيان له، فإن أصر ولم يقبل يحكم عليه بالكفر. أما علماؤهم والذين يعرفون أنهم على خطأ ولكن أهواءهم وأطماعهم حملتهم على هذا فلا شك في كفرهم.